طلعت دماغ بنت اللذينه. وانا اللي كنت بقول لها خليكي حويطه ولازم يكون عندك اسمين بس وغلاوتك يا نجمه، لا احفر وراها لحد ما اجيبها تحت جزمتي. عملت لك كوبايه ينسون دافيه تشربيها قبل ما تنامي. تسلم ايدك يا ماما، بس تعبتي نفسك ليه؟ كفايه تعب النهارده عليكي يا حبيبتي. تعبك راحه يعني. يلا تصبح على خير، هدخل انام. عايزه مني حاجه؟ سلامتك ماما. نعم. هو تفتكري استاذ اسر مشي بدري ليه النهارده؟ ما قلتلي جاله تليفون. يعني مفيش حاجه مثلا ضايقته ولا زعلته خليته يتلكك بموضوع التليفون ده؟ حاجه ايه يا بنتي، ده احنا كنا شايلينه على كفوف الراحه. هو صحيح ابوكي تقل معاه في الكلام حبتين، بس برضه الراجل كان بيرد وهو مبسوط. طب وانت ايه رايك فيه؟ بصراحه هو راجل محترم، شكله كده ابن ناس، يعني ما عندوش ده الكبر. ده عجب ابوكي قوي وبقوا مع بعض اخر انسجام. ما تتصوريش يا ماما قد ايه هو بجد محترم. قولي لي يا منى، هو الاستاذ اسر ده متجوز؟ لا، بس عنده قصه كده ملعبكه ومكلكعه. عارفه يا ماما ساعات بيصعب عليا. قالوا زمان ان المحبه شبكها الشفقه. ايه يا ماما اللي بتقوليه ده؟ انا بقول لك خلي بالك، ما دام ظروفه ملعبكه يبقى مش سالك. ازرعي زرعتك مكان ما تفلح يا بنتي. طيب بقى انا هدخل انام بقى عشان تعبانه. وانا كمان، خديني معاك، انا بفتح عيني بالعافيه. ابعد عني يا مازن، ما تلمسنيش. ملمسش يا فيا دعاء، انا لحقت اعمل حاجه؟ انت تعملي مكسوفه؟ لا مش مكسوفه، بس انا متضايقه. ايوه انا عارفه ان انت اتغيرت، انت بطلت تحبني يا مازن. يا حبيبتي انت فاهمه الموضوع غلط، الحب ده كان زمان، دلوقتي احنا هنعمر الارض. ايه اللي انت بتقوله ده؟ احنا ليه ما سافرناش نقضي شهر العسل في اي حته حلوه زي ما الناس كلها بتعمل؟ يا حبيبتي احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده وخلصنا كلام فيه؟ ايوه انت اتكلمت معايا وقلت كلام كتير قوي، بس انا ما وافقتش على اي كلمه من اللي انت قلتها. معلش يا حبيبتي معلش، حقك عليا، ممكن دلوقتي نركز في اللي احنا فيه ده؟ حب بقى ونطلع بعض يعني. ما انا بتكلم في الحاجات دي، في الحب والسعاده، بس انا حاسه ان انا مش سعيده يا مازن. كان نفسي اقضي معاك الليله دي في حته حلوه، نكون احنا الاثنين ما رحناهاش قبل كده. تايلاند مثلا، ايه رايك في تايلاند؟ تيجي نروح هناك؟ يا دي النيله يا بنتي، قلت لك معيش فلوس، في ايه؟ ما ينفعش اطلب من بابا اكتر من كده، الراجل دفع في الفرح وفي العياده. يعني العياده اهم مني؟ حبيبتي يا حبيبتي العياده دي المستقبل. وانا يعني الماضي اللي خلاص خلص؟ ليك عندي بكره الصبح نطلع العين السخنه. ده لو رايحه رحله مع الجامعه مش هطلع العين السخنه. طيب اسكندريه؟ مازن انت عايز تعصبني يا مازن؟ طيب يا حبيبتي طيب معلش. بصي اوعدك بكره الصبح ان شاء الله هحاول اقلب من بابا اي فلوس، ما ينفعش اقلب من ماما. ماشي؟ لا انت تروح تتكلم معاه دلوقتي. اكلم ايه يا عارفين انت اتهبلتي انت التانيه؟ في ايه هخبط عليهم دلوقتي اكلمهم يعني؟ ايوه تروح لهم دلوقتي واعمل حسابك بقى مش هتقرب مني غير لما تتكلم مع باباك في الموضوع ده. يعني ايه؟ يعني مش هتلمسني غير في تايلاند. مش هلمسك الا في تايلاند؟ يا ستي بلا تايلاند بلا الهند، انت هتعملي لي فيها كيم كارديشيان؟ مازن انا مازن بلا زفت، ايه الجوازه دي؟ ايوه اللوز بلبله انا الشبح وهي خالتك. خالتي؟ خالتي نجاب بقى ولا خالتي زوبه؟ بص لو خالتي نجات مش مهم، بس لو خالتي زوبه ماشي، اصلك انا احبها قوي. ايه يا بنت فقره السحر اللي انت جايه تعمليها دي؟ يلا يا بنت من هنا يا بنت. خراشي يا راجل، ده حتى المثل بيقول لقيني ولا اتغديني. لا لخص لي احسن ابويا يشوفك، مش عايز وجع دماغ. ابوك خرج. طب وسيدي اللي ورورا ابوك خرج؟ استنيتها اما خرج قمت طالعه. عارف انا كون الفلاحين ده، انت عايزه ايه يا بت يا جزمه؟ حشتني قلت اجي اشقر. اصلك انت صعبان عليا وانت قاعد لوحدك كده، بوزك في بوز الحيطه، لا انيس ولا جليس. يو
يعني انت جايه تجلسيني لحد ما ابويا يرجع؟ هو كده. طب ما يلا بينا على جوه. قشطه. لا وطي صوتك عشان الناس، انا هنا محترم. بس ما تقولش محترم يا راجل، يلا خلينا ننبسط. شكرا يا ساندي، تعبتك معايا. انت تعبتني؟ ده انا ما عرفتش طعم الراحه غير لما قابلتك. قولي لي يا ساندي، انت معاكي باسبور؟ لا. واحنا هنسافر برا مصر؟ باريس. ابني خلف وبعت لي اشوف حفيدي، قلت فرصه اخدك معايا وابسطك وافسحك. طب وهتقول انا مين؟ انا هنزلك في اوتيل وهبقى اروح لوجيلك. خلاص انا هنزل بكره واروح اعمل باسبور. كويس قوي. ساندي طبعا ما ينفعش ولادي يعرفوا عنك اي حاجه. فاهمه وراضيه. كفايه اني هتفسح واشوف الدنيا. هات بوسه يا بنت. احنا لسه مسحين، بتعملي ايه تحت السرير؟ ها؟ بتدوري على ايه يا بلبله؟ انا اقول لك، بتدوري على السيدة هاية، صح؟ يا سي هيزة ما الله لا يسيك، اديني السيدة هاية خلينا غرفة 60 داهية. يا بنتي يا عبيطة، ده انا شايلها لك، وفي حد يشيل حاجة مهمة زي دي تحت السرير برضو. عايزة تعرفي مكان السيدة هاية؟ انا هقول لك عليه. تعالي ورايا. تعالي. مش معقول يعني شغل الافلام ده اكون شايل السيدهية تحت السرير. قديم قوي. شايفه الخزنه دي؟ السيدهية جواها. والخزنه دي